الحمد لله الذي خصنا بسيدنا محمد، الحمد لله الذي خص بنا سيدنا محمد، الحمد لله الذي اصطفى لنا سيدنا محمد واصطفانا لسيدنا محمد. القائل أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. في البدء أشكر الله تبارك وتعالى أن جمع الإخوة جميعا على الإرشاد إلى الله تبارك وتعالى، ونشكر الإخوة الذين جاءونا وتكبدوا المشاق وقطعوا الأميال والأمتار، ويجعل الله ذلك في صحائفهم إن شاء الله. ونشكر بعد ذلك أهل المقام الذين قاموا بترتيب وتنظيم هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بما يسمعون. أيها الإخوة الكرام، هنالك أمور ينبغي توضيحها جليا، الأمور التي ينبغي أن توضح جليا وواضحا هي أمور ملحة وملزمة بل ومجبرة لأن يوضحها العلماء للطلاب. ومنها نذكر أن النبي صلوات ربي وتسليماته عليه شرف هذه الأمة، نفى عنها الشرك تماما. والحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يقول: لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وشارحه أخرجه الإمام البخاري وشارحه الإمام أحمد بن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح البخاري. الحديث الثاني يذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لا أخاف عليكم أن تعبدوا من بعدي صنما ولا قمرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأن أمته دي ما حيكون فيها مشرك، بل إنما هنالك شرك يذكر، والشرك اليذكر بين العلماء هو شرك الرياء، وهذا موجود في الأمة، وهذا غير مخرج من الملة بل هو من الذنوب، ولكنه ليس مخرج من الملة. بل هنالك أشياء ينبغي على المسلم أن يعلمها حتى لا يكون له دخل في دينه. هنالك شيء ذكره العلماء، وهذا الذكر ذكره الإمام أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح البخاري في المجلد الثاني من كتاب الاستسقاء، أن سيدنا بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عام مكحل في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، فجلس إلى القبر وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، استسقي لأمتك فقد هلك الحرث والنسل. فهذا الصحابي الجليل نادى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أخبره بأن أو ناداه بأن يستسقي لأمته. وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد بن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري، وهو شارحه أوفى شرح. صلوا على رسول الله. فهذا يفهمنا بأننا إذا قلنا يا رسول الله فهذا لا يصدر شرك، لأنك أنت حينما قلت يا رسول الله ما أردت أنه هو إله، ولا أردت أنه هو صانع ولا خالق ولا رازق، لكن جعله الله تبارك وتعالى رحمة من هذا المفهوم فهمه الصحابة. لذا سيدنا بلال بن الحارث المزني الصحابي الجليل يقول: يا رسول الله. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أي بالاستغاثة لأمته،
هلك الحرص والنسل. الحرص هو الزرع والنسل بني الإنسان والحيوان. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على وصوله في مدينته الشريفة، والحديث في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن غبار المدينة يسهب خبث القلوب. يعني أنت لو وصلت المدينة أي خبث في قلبك بينتهي. مشتصل الحج مكة وتقول النبي معي دي معه شغلة، لا لا، الله دايرك والنبي دايرك تصل لحبيبه في المدينة عشان يخرج خبثك. صلوا على رسول الله. هنالك أمر، إذا أنت توسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى، البعض يرفض ذلك وقد أجازه الشرع. أورد الإمام الحاكم رحمه الله بإسناد صحيح على شروط البخاري ومسلم، حينما نزل سيدنا آدم إلى الأرض نظر إلى السماوات فقال اللهم يا الله بالاسم الذي قرنته مع اسمك أن تغفر لي وتقبلني، فخاطبه المولى عز وجل قال له به قبلتك ومن أجله خلقتك. معناته سيدنا آدم ذاته خلق الله خلقه عشان سيدنا النبي، عشان كده أنت لا عليك شيء أن تتوسل بالله إلى الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك حديث آخر أورده الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الأعمى فقال له يا رسول الله لو سألت الله لي أن أرتد بصيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو صبرت لكان خيرا لك. فجاءه ثانية وثالثة فعندها قال له قل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي اللهم شفعه في. الحديث صحيح ورواه أخرج الإمام الترمذي. صلوا على رسول الله. فهذه الأمور ينبغي علينا أن نعيش معها، لأن الله تبارك وتعالى يريدنا أن نعيش مع الرسالة ومع الرسول. ما نقول معانات النبي تبارك جزاه الله خير جاب لنا الرسالة وانتهى، لا، النبي ما حامل بريد، النبي رسول، النبي حبيب، النبي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. المولى عز وجل يريدك أن تتعلق به. فحينما، لأن الصحابة كانوا يعيشون حياتهم مع رسول الله، انظر سيدنا يعني بلال بن الحارث المزن، أول ما حصل لهم القحط رجع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا هذا شرك. الصحابة يا إخواني، الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ منهم الدين، قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. المولى عز وجل يقول وعلامات من نجم هم يهتدون. الناس كان زمان لما بيسافروا، لما كان ما في زلط وما في طرق كان بيسافروا بالنجوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف اصحابه قال اصحابي كالنجوم بايهم اهتديتم بايهم اهتديتم اهتديتم. وهنالك، وانا حقيقه يا اخواننا قلت غدوه الاخوان ده فيه بركه وفيه خير. ليه؟ عشان نتبع، لأن رب سبحانه وتعالى أراد اجتماعنا هذا بمجيئهم هم إلى هذا المكان، وحتى أننا نكون إخوة في الله، حتى وإذا اختلفنا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتم الخوة بيننا، لا يكون عداء، بل نحن أبناء آدم وحواء، بل نحن أبناء الإسلام. فهنالك أمر أريد أن أوضحه، هنالك كثير من الناس يعيبون على بعض المحبين الاحتفال بمولد سيد الخلق، وهو من اليوم إن شاء الله حيكون فضله 27 يوم. هذا الأمر يا أخواننا المولى عز وجل نزل فيه آيات تتلى في سورة يونس الآية 57، يقول المولى عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أورد الإمام السيوطي في كتابه الدر المنثور فيما يروى عن المأثور من أغواس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال فضل الله هو العلم ورحمته هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن الفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله تبارك وتعالى، رب سبحانه وتعالى أمرنا أن نفرح. وبعدين يا أخواننا كمان أزيدكم علم أنه المولى عز وجل هو بنفسه احتفل بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
وقصة يرويها الإمام البخاري قال رأى العباس في منامه أخاه أبا لهب فقال له يا أخي ماذا فعل الله بك؟ قال له إني في قاع جهنم إلا أني أخرج كل يوم اثنين وأسقى من إصبعي. فحينما سألت عن هذا الإكرام قالوا لي لأنك فرحت بمحمد ابن أخيك عبد الله. أبشر بالنبي، أبشر بالنبي، كافر ومات معادل النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم اثنين يا أخوانا محفوم من النار ويطلعون إلى قاع جهنم ويشرب من إصبعه. حينما سأل عن هذا الإكرام قالوا له لأنك فرحت بميلاد ابن أخيك محمد بن عبد الله. والولد يا أخوانا في العرب هو امتداد لوالده، فأبو لهب لما أخبرته الجارية صهيبة الأسلمية قالت له ولد لأخيك عبد الله ولدا، قال لها أمشي واذهبي وأنت حرة إن صدقتي. اعتقل إيه؟ لأنه فرح بميلاد أخوه، بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله. لو فرح به أنه رسول الله لكان في أعلى العليين، لكن فرح به بس ابن أخوه. ورب سبحانه وتعالى أعد له هذا الإكرام، كل يوم اثنين أبو لهب يا أخوانا يسلم من إصبعه ويحفى بقية اليوم من النار. أما إذا جينا من ناحية الاحتفال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل، نعم احتفل، والكلام يرويه الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال، سئل عن صيام يوم الاثنين قال لأنه يوم ولدت فيه. وهنا الاحتفال هو في اللغة الاهتمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين حتى التقى رفيع الأعلى. من هنا أهل السنن بيقول لك سنة شنو؟ سنة صلى على رسول الله، فهذه سنة دائمة داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى انتقل الرفيق الأعلى. وإذا أردت توضيحا أكثر اذهب إلى النووي شارح مسلم يوضح لك ذلك. الشيء الثاني يا أحبتي الكرام، إذا أردت أن تعلم أول من مدح حبيبك المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه الرحمة العظمى هو الله عز وجل في سورة نون. المولى عز وجل ويقول وإنك لعلى خلق عظيم. أول من مدح المولى، المولى عز وجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم. أما يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه الصحابة حينما جاء قادما من مكة إلى المدينة فادلغوه وقالوا طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة، أهل يثرب لاقوه بالدفوف، وهي الآن مثل النوبات ومثل الطارات ومثل هذا. أما الموسيقى حرام يا أخوان، دول يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالموسيقى اللي احنا بنقول له حرام، حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله صوتان، رنة عند مصيبة وصوت مزمار. والنبي صلى الله عليه وسلم يمدح نفسه بنفسه، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومدحه سيدنا حسان بن ثابت حتى أهدى له البردة. فمن هنا سار هدية المادح سنة، انت لو ينزل ممدح سيدك النبي تهدي له لأنه سيدك النبي هدى له. والحديث البقول إذا وجدتم المداحة فحصوا على وجوههم التراب. هذا أبشر بالنبي، 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 والله تنفع، والله تنفع، لأنه حبيب الله ما رئيس حزب ولا رئيس جماعة ولا تاجر، ده حبيب الله الأعظم، من بشر وحبه تنفعه في دنياه وآخرته، صلى على رسول الله. فهذا الصحابي مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجدتم المداحة فاحصوا على وجوههم التراب، لكن الحديث ما عنده اثنين، عنده جناحين، جناح منطوق وجناح مفقوع، هذا منطوقه، أما مفقوعه هو المادح الذي يتغنى في النساء، هذا يكتح بالتراب، والمادح الذي يشكر السلطان وإن كان ظالما، هذا يكتح بالتراب، والمادح الذي يمدح أهل الدنيا والدينار، هذا يكتح لك. لكن الذي يمدح رسول الله تصب الملايين عليه صبا، صل على رسول الله. بعدين يا اخواننا في صحيح البخاري في باب كامل اسمه كتاب المديح، في صحيح البخاري تكون ذو علم تمشي تقرا، افتح صحيح البخاري تجد كتاب المديح، ده باب كامل يا جماعه، ما حديث ولا حديثين، ده باب كامل جاي في حديث النبي، مديح النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. واي ذول يا اخواننا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الا انه لا يغلط.
النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال شنو؟ قال لا تطوني كما اطرد النصارى عيسى بن مريم. النصارى قالوا عيسى بن الله، لكن ما سمعنا بمسلم قال النبي ابن الله، ولا سمعنا مسلم قال النبي نسيب الله، ولا سمعنا مسلم قال النبي اخو الله، ولا سمعنا بمسلم قال النبي وزير الله. قلنا حبيب الله ورسوله كما قال صلوات ربي وتسليماته عليه، صلوا على رسول الله. اما يا احبابي الكرام، بالنسبه للقباب، هذه القباب بنيت في زمن الإمام مالك إمام دار الهجرة. فإذا كان الإمام مالك جاهل فنحن أجهل، وإذا كانت ضالة فلنقم عليها من هنا ونحمل ويرثنا ونسحب لتدمير القبة الخضراء التي تحمل أعضاء رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لأهل هذه المنطقة الطيبة كذلك نحسبها على استضافتهم لهذه المحاضرة، وأخص بالشكر الإخوة والأهل الأسرة الطيبة على تنظيمهم لهذه المحاضرة، وأشكر كذلك الحضور جميعا من أعمامنا الكبار اللي تكبدوا مشقة الجلوس، وكذلك النساء والإخوة الشباب والشابات. فأقول يا أخواننا، تعليق إن شاء الله خفيف على كلمات الشيخ اللي قاله، وهو قال كلمة أنا أبدأ بها، قال إنه الناس ترجع إلى الكتاب والسنة. ونحن يا أخواننا لو بنرجع للكتاب والسنة ما بنضل أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مالك في الموطأ من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فأنا في تعقيبي على الشيخ في كلمته لا أزيد أصلا على القرآن والسنة، فما كان صوابا من كلامه بقول له أصبت فيه، وما كان خطأ أصوب بالكتاب والسنة. أول مسألة تطرق لها وتطرق لها كثير، ألا وهي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائد الأعظم وإمام المرسلين. فأنا على هذه أزيد، ما بنقص، أزيد عليها. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي معنى الآية كما قال المفسرون، كما قال الإمام الشنقيطي وغيره، قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الخلق، يعني لو الأخلاق هنا النبي فوق منا عليه الصلاة والسلام. وهذا من أجل المدح، مدح الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة الكبرى، وهو أول من ينشق عنه القبر، وأول من يطرق باب الجنة، وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. ولا يشك مسلم أصلا في مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بيشك في مكانته ده مسلم مو مسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال لتؤمنوا بالله ورسوله، أها وتاني شنو؟ وتعزروه وتوقروه، ذل النبي صلى الله عليه وسلم،
وتسبحوه بكرة وأصيلا. دل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عظيمة، ومن شكك في ذلك فليس من أمته. أصل ذلك نشوف له أمة ثانية. طيب هذه واحدة. اثنين، كوننا يا أخواننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، دي كلمة ثانية أصاب فيها الشيخ ده صحيحة، إنه نحن بنمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح أجر كما قال حسان لما سب المشرك، واحد من المشركين سب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اهجه يا حسان، هاجه يا حسان وروح القدس معك. فقال حسان قال لو هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وكعب كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة كذلك. لكن الكلمة اللي قال الشيخ وأنا دا أزيد عليها، إنه نحن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا نغلو. الكلام الغلط ما نقوله. مثال الغلط، معلش يا اخواننا انا قصير شوي، خلونا اجيب على حيل عشان اسمع الناس كويس. من الغلط ما جاء في الصحيح ان جاريه جاءت تمدح النبي عليه الصلاه والسلام، قصيده طويله، قالت وفينا نبي وفينا نبي، الى ان قالت في بيت من ابيات القصيده، وده انا اتمنى من الشيخ ينتبه معي اليوم، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولي هذا، وقولي ما كنت تقولين، فانه لا يعلم ما في غد الا الله. قال قال الكلام ده منو؟ ده حبيبنا وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، هو اللي قال الكلام، لا يعلم ما في غد إلا الله، والقرآن يشهد بهذا. ربنا قال في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. تعليق يا أخواننا على النقاط المذكورة يكون كله في هذا السياق. الشيخ ذكر قال ما في الأمة شرك أصلا تاني، وجاب حديث وقال الحديث في صحيح مسلم، اقول له معلومتك صحيحه، حديث في صحيح مسلم، قال شرح ابن حجر العسقلاني صحيح، شرح ابن حجر العسقلاني، لكن في جمله في الشرح انت ما قلتها، راجع شرح ابن حجر الحديث ذاته، لا اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم الدنيا. ابن حجر لما شرح الحديث ده قال أي هذه الأمة لا تشرك كلها، وده صحيح، الأمة دي كلها ما بتشرك، لكن في سؤال، هل ممكن بعض الأمة يقع فيها الشرك ولا ما ممكن؟ الإجابة نعم. الدليل قال تعالى في سورة يوسف، ده قرآن برضه، قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أوريك أنت في جملة ما جبتها، ما في شرح ابن حجر قاعدة الحديث ذاته، ما المقصود به إنه ما لا أخاف عليكم أن تشركوا معناه تاني ما في شرك، لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي، خد بالك دي ما من أمة تانية، من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. حديث في صحيح مسلم وفي البخاري كمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة
حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة ده شنو؟ ده صنم. إذن الشرك موجود، موجود نعم. بسأل سؤال يا أخواننا، الشرك ده كده لو قلت لك انت اذكر لي مظهر من مظاهره، شنو يعني الشرك ده؟ هو ذاته المشركون كانوا بيعملوا شنو؟ شنو يعني من مظاهره؟ دعاء غير الله، انا لما ارفع يدي ادعو غير الله، يعتبر شرك ولا لا؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث، وده الصغير بيحفظه ولاداتنا الصغار والبنيات دي، كان سالتهم قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت بيتم مالك طوالي، بيقول لك شنو؟ فاسال الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واضح؟ طيب أنا لو دعيت غير الله معناه أنا عبدت غير الله، زي ما بفهم بسيط. الليلة أنا ونحن كلنا قبل شوية مشينا صلينا صلاة العشاء، صلينا لله، لو صلينا لغير الله ده بيبقى شرك ولا ما شرك؟ ده شرك. طيب أنا لمن أدعو الله أنا عبدت الله، لمن أدعو غير الله أنا عبدت غير الله، ببساطة شديدة. لكن كونه يبقى دعاء غير الله ما شرك؟ كيف يعني ما شرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان بن بشير في مسند الإمام أحمد، قال الدعاء هو العبادة. طيب العبادة دي لما نصرفها لغير الله يبقى ما شرك؟ كيف؟ هذا شرك. والآن موجود عند كثير من الناس، القام دعا فلان ودعا فلان، ده كله موجود. عشان كده كونك تقول لي ما في شرك وتجيب دليل الحديث، يا ريت لو موجود فتح الباري وجيبوا لأهلنا الكرام وأعمامنا والشباب ما شاء الله وطلبة العلم، جيبوا أفتحوا اليوم وأقرأ اليوم شرح ابن حجر كامل. أنا داير الشيخ يكون منصف، اقرا شرح ابن حجر كامل شان يلقى الجمله انه فهم الفهم، ده ده مو كلام ابن حجر ولا عنده علاقه معه. نمشي قدام بسرعه. طيب اثنين جاب حديث، قال صحابي اسمه بلال بن الحارث المزني، جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد استسقي لامتك، وذكر انه الحديث ده جابه ابن حجر العسقلاني. بعدين برضو نقصت معلومة، ومن أمانة العلم إنه العلم يبلغ كامل كما هو كامل. في معلومة مهمة، الحديث ذاته ابن حجر رواه بإسناد معلول، معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، قال عن أبي صالح السمان، ده الحديث ذاته، وامشوا راجعوا اللي قلت كلامي ده فيه حرف غلط تعال قابلني. قال عن أبي صالح السمان، الإسناد إلى أبي صالح السمان ومنه طوال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر توقف إسناده لحد هنا وما قال الإسناد صحيح، قال إلى أبي صالح السمان، والإسناد ده ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة دي باطلة. لا في صحابي اسمه بلال بن الحارث المزني جه ولا دعا في القبر ولا اي حاجه، بل الصحيح الثابت دعا عن واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه علي ابن الحسين. الحسين ده تعرفوه كلكم، ابوه علي بن ابي طالب وامه منه فاطمه رضي الله عنها، وعنه وعن علي رضي الله عنهم جميعا. ده جد النبي صلى الله عليه وسلم طوالي، يوم من الأيام جالس جنب القبر بيتغدى، فجاء أعرابي فدخل إلى الحجرة اللي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي دعا، بقى بيدعو في الله. الرجل ده اسمه علي زين العابدين، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مشى للأعرابي ده ومسكه من يده ونهاه، قال له تاني ما تعمل كده. ثم قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. أبو ده الحسين سيد شباب أهل الجنة، عن جدي من العشر المبشرين بالجنة علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن يا أخواننا بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم
نصدق كلامه اللي قالوا ده الكلام الصح اللي قالوا مش الكلام الملفق. قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم. انت في بيتكم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دي اتصلوا ولا ما اتصلوا؟ في ملائكة موكلين ده شغلهم. اتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة الملك يشيلها أو سلمت عليه ويوصلها للنبي عليه الصلاة والسلام. ده ملك يا شيخنا ملك ملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ده الحديث إن الله يا أخوانا معلش أنا قبيل والله لما تكلم الشيخ أنا استمعت بكل إنصات وأنا أرجو من جميع الإخوة الموافق لي والمخالف يسمع بروقة. أنا لو عندي كلام غلط صوبوني ما في مشكلة وكان جبت لكم كلام براء دليل صوبوني كويس. طيب فقال إن الله وكل بي ملكا يبلغني عن أمة السلام. ومدام وكل به ملك انت لو وسعت فهمك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسمعت من هنا ما كان ربنا وكل ملك يبلغ عن أمته السلام. لو زي ما انت بالظن إنه من هنا انت بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ربنا ما كان وكل ملك يبلغه عن أمته السلام. طيب طيب قال أيضا الحديث بتاع اللي هو الرجل اللي جاء ودعا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وده باطل. ما في رجل دعا من الصحابة ولا الصحابة فعلوا ذلك أبدا. بل ثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري لما أجدب الناس في عهد عمر قحط شديد ما في مطر قال اللهم إنا كنا بس تفهم معي بروقة كده إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وفي رواية الزبير بن بكار في الأنساب قال قم يا عباس فادعو. العلماء قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتوسل به بعد موته عليه الصلاة والسلام ما كان عمر رضي الله عنه بيقول للعباس أدعو. كان يمشي زي ما انت جبت في الرواية ويقف جنب القبر ويقول يا محمد زي ما جبت في الرواية ما صحيحة استسقي لأمتك. لكن عمر رضي الله عنه ما عمل كده والصحابة معه ودي الرواية الثابتة. بل اللي دعا هو العباس. ولذلك العلماء قالوا انت لو درت توسل بدعاء انسان يكون حي موجود حي موجود. اما الذي مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا الصالح يدعو له. الثلاثة ديل ما فيهن إنه الزول المات بيدعو ثاني ما في. انقطع عمله إن كان صالح أو غير صالح انقطع عمله. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما بغلطه أنا ما بقدر أغالط كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاب برضو رواية وأنا أمشي بسرعة لأنه الشيخ قال المجلس طالب الناس وأنا ما أقدر أطول. قال الحاكم بإسناد صحيح حديث آدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم توسل به قال له وهو قبلتك ومن أجله خلقتك. الحديث ده باطل برضو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة يا اخوانا انه انت تبني دينك اللي بتخش به الجنة تبني دينك على احاديث ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت عنه انه توسل بآدم. والحديث ذا الراوي بتاعه من الرواة اسمه غياث ابن ابراهيم
ودرج الكذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بأخذ ديني من ذول بيكذب على الرسول، أديك من كذباته، إذا أنت ذاتك تحتار عشان تعرف كذب هذا الرجل. يوم من الأيام قاعد في المجلس وقالوا الأمير قال بيحب الحمام، الأمير بيلعب بالحمام، قال عشان أنا أتقرب للأمير ده أكذب لي حديث عن النبي عشان الأمير ده يقربني له. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ده الحديث لحد هنا صحيح. قام ده ركب له حاجة تانية في الحديث، قال أو جناح، يعني التسابق بالجناح يعني بالحمام فيه أجر وكده. والأمير كاشف إنه زول كذاب، قال مشى على الحمام بتاعه وضبحه كله، ضبح الحمام، قال ليش أنت ما تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده رجل كذاب. أنا آخذ ديني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كذاب؟ فالحديث ده باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وجد مكتوب على العرش آدم عليه السلام، وجد مكتوب على العرش كذا كذا، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا. كل الكلام ده ما ثابت إطلاقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب حديث بعديه قال يا رسول الله، جاب حديث الترمذي حديث الأعمى، ودي الرواية جبتها أنت، وإن كانت ذاتها ما هي الرواية لكن أقولها بروايتك أنت ذاتها. قلت يا رسول الله، الرجل الأعمى قال يا رسول الله لو سألت الله لي فأشفى، إلى أن قلت آخر الحديث اللهم شفعه فيا وشفعني فيه. أول كلمة أنت جبتها في الحديث بترد على فهمك، لأنه أنت جاي ترتوصل للناس أنه أنا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الأعمى أول حاجة جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أدعو لي، أدعو لي. وده كده صح ولا غلط يا أخوانا؟ صح، ما في حاجة، ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ولا كان غايب في الحديث ده؟ موجود. والأعمى ما من بيتهم يا أخوانا، لاحظوا النقطة دي مهمة جدا تفهمك حديث الأعمى، ما من بيتهم قال يا رسول الله تفتح لي عيوني، ما قال كده، إنما جل النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أنا بقول لك ما في مشكلة أنت تمشي لأي واحد من الإخوة المسلمين تحسب فيه خير، تقول له فلان عليك الله أدعو لي معك، الله الله يشفيني، يشفي الوالدة، يشفي المرأة، ينجح ولاداتي. ده في مشكلة يا أخوانا؟ ما في مشكلة هنا، وده حديث الأعمى. لكن الآن تقدر تثبت لي إنه الأعمى ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدر تثبت لي إنه ما قال له أدعو لي؟ ما قال له أدعو لي؟ قال له أول كلمة في الحديث أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضرير البصر فادعوا الله أن يعافيني. ما في مشكلة، لا ما في الرواية، رواية واحدة واحدة، وأتحداك تليف الحديث ده. أنا أديك مواطن الحديث، رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن والبيهقي في الشعب ورواه الطبراني في الكبير، أربعة كتب أمشي فتش كان تلقى رواية غير دي. دي هي رواية الحديث. وآخر حاجة قال اللهم شفعني فيه وشفعه فيا، دي معناها شنو؟ شفعني فيه أي يا الله أقبل دعائي أنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يستجاب، وشفعه فيا دي شنو؟ إنه أقبل دعاءه لي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين اثنين، قال له إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. الرجل يختار شنو؟ الأعمى. قال أدعو يا رسول الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا بفهم بسيط خير زول بين حاجتين، والرجل اختار واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها ليه ولا بخونه؟ بيعملها ولا بخونه؟ بيعملها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. ده حديث الأعمى، ما فيه تدعو من هنا ولا يا محمد أنا أدعوك ولا يا محمد أشفيني. هل الأعمى قال لي للنبي صلى الله عليه وسلم أشفيني؟ هل قال لا أشفيني؟ قال لا أدعو لي، أدعو لي. ونحن الآن ما قضيتنا أصلا مع أنت تقول لي زول أدعو لي، الله ما فيها مشكلة، صح بجوز
لكن يكون حي موجود، ما يكون غائب ولا ميت. طيب مشينا قدام، جاب حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. الحديث ده برضو ما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في معناه يعني قد يكون فيه جانب صحيح، لكن ده ما ثابت. أنا ما أدري الشيخ هو اختار الحديث اللي ما ثابت ليه. طيب جالي مسألة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا كون مولد النبي صلى الله عليه وسلم الناس تفرح به، وكونها تفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام من ربنا سبحانه وتعالى بعثه، ده أشياء مسلم بها ما فيها خلاف. الخلاف وين؟ الاحتفال اللي بيعملوا الناس نوبات وطرب وحاجات معينة دي. سؤالنا هل النبي صلى الله عليه وسلم سوا ولا ما سوا؟ بس ده كل الموضوع. جاب آية قال الاحتفال ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وجاب عن السيوطي إنه قال رحمة الله والنبي صلى الله عليه وسلم. أنا متفق معاك، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. في زول بيختلف في المعلومة دي؟ لا، رحمة. وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بنفرح. لكن بس سؤال واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية دي ولا ما قرأ؟ لا شك إنه قرأ، وعليه أنزلت. الاحتفال اللي بيحصل الليلة ده في يوم معين وأيام وبطريقة معينة وبروتوكولات معينة، هل النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ الشيخ والجماعة كلهم اللي بيقولوا بالاحتفال بيقول لك ما عملوا. طيب يا أخواننا، هل نحن أفهم للقرآن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن ما أفهم، نحن ما أفهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأعلم والأفصح والأفضل والأجل والأعظم عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الآية دي ما في أي دليل علينا نحن نعمل احتفال في يوم محدد بطريقة محددة بذكر محدد إلى آخره، ما فيها دليل. الشيخ جاب دليل ثاني قال اللي هو حديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه. طيب يا أخوانا، الليلة لو سألنا سؤال نحن، هل النبي صلى الله عليه وسلم أكان بيصوم الاثنين فقط يوم 12 ربيع الأول ولا كان بيصوم كل اثنين؟ كان بيصوم اثنين وخميس طوالي، هذه سنة صلى الله عليه وسلم. طيب انت لما تجي تستدل لي بالحديث ذا على يوم 12 ربيع الأول براو، هل النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بهذا الفهم؟ الإجابة لا، لا. إنما لو قلت الدليل الصيام، نحن بنقول لك صوم ممتاز، ونحن ذاته كان قدرنا نصوم وندعو المسلمين كلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الناس يعملوها صوم اثنين وخميس، لكن ما اثنين ربيع الأول براه، تصوم الاثنين والخميس على طول كان قدرت، يعني لو فطيت مرة مرتين لعذر ولا كده ما مشكلة، لكن كله اثنين كله خميس. ده فهم الحديث. العلماء قالوا فيه فهم تاني، الناس الآن بيتخذوا احتفال بالمولد يعني عيد، وأجمع العلماء، خلوا بالكم، أجمع العلماء على حرمة صيام يوم العيد. الأئمة الأربعة يوم العيد صيامه شنو؟ حرام. وإنت براك قلت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، إذن ما يوم عيد، لو كان يوم عيد النبي صلى الله عليه وسلم مبصومه، لأنه صيام يوم العيد حرام. وبالتالي يا أخوانا ابقى مفهوم إنه الاحتفال دليل صيام يوم الاثنين ده مفهوم ما صحيح، ما صحيح. عندنا أئمة أربعة من أئمة المسلمين، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ممن من الأئمة الأربعة أو عند من ثبت هذا الاحتفال؟ ما ثبت ولا إمام واحد، بل اتفق الأئمة الأربعة، كتب المالكية كلها وكتب الحنابلة وكتب الشافعية اتفقوا على أن الاحتفال ليس من السنة. طيب نمشي قدام، جاب دليل برضو إنه أبو لهب يخرجوا يوم كل يوم اثنين من جهنم، وليفرحوا ببشرة ثويبة الأسلمية بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أثبت أهل التاريخ إنه وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب ليس له
جارية ولا مملوكة اسمها ثويبة الأسلمية، دي نمرة واحد، ده ثبت بالتاريخ الصحيح. اثنين، هذا الأثر مروي عن محمد بن حميد الرازي. يا أخواننا الزول يفتح له باب علم، ده داري ناقش بالعلم، وأنا بناقش بالعلم والله ما خرجت عن كتاب وسنة. الأثر ده رواه منه مدار، قالوا على محمد بن حميد الرازي، وهذا كذاب. ديننا ناخذه من كذاب؟ أيوة. المشكلة ما فينا، أنا جيت قلت لك ده كذاب، المشكلة فيك أنت، شلت دينك من أول من الكذابين، أنت تشيل دينك من الكذابين مالك؟ الأحاديث الصحيحة ما راكدة يا ناس. نحن لو دارين الآن نظهر محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، السنن شوية والأشياء اللي بنظهر بها محبتنا للنبي شوية بأحاديث صحيحة كده راكدة كويس، ومحبته ذاته صلى الله عليه وسلم ثابتة بالقرآن والسنة، قال بيخليك تفتش الحديث الضعيف شنو؟ تمش تلقيتهم ضعاف، وكذا جاء أقول لك ضعيفات تقول لي أي حديث تقوله ضعيف، ما لقيت طين أنت جبت هنا أنا. طيب نحن قربنا، قال أول من مدح النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، قبل دي جاوبنا عليه وكلام صحيح ما في مشكلة. قال استقبلوا بطلع البدر علينا، والله ده أنا احترت فيها ذاته يا ناس. الرواية دي ابن حجر العسقلاني استدل الدو عليك، لا ارجع فتح الباري. الرواية دي قال في 100 سنة من الرواة بتاعنا مجهولين، منو ذاته ما عارفينهم، قال قالوا منو ذاته ما معروفين. يا اخوانا ديننا نشيله زي ده؟ ابن حجر قال ضعيفة. الغزالي عنده كتاب اسمه إحياء علوم الدين، حققه عالم كبير من علماء الحديث اسمه العراقي، حقق الكتاب. الرواية دي في الكتاب ده قال باطلة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوا بها. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال باطلة. العلامة ابن القيم في زاد المعاد قال باطلة. ما في عالم أثبت الرواية دي. الرواية دي جاءت في المسلسلات المصرية. تعرف في ناس بس بيشوفوا المسلسل يقول لك فيلم الرسالة وهذا الفيلم العميق، وناس تلقون قاعدين المسلسل كده يجيب لك طالع البدر عيني يقول لك الله، بس دي احنا الكايسلة من زمان ذاته يا زول، دي مسلسل مصري ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين حتى سياق القصة يدل على انها غلط. ليه؟ قال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع دي وين؟ دي قالوا شمال المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خش بشمال المدينة ذاته. اها كيف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع؟ بعدين العلماء قالوا لو ثبت انه الرواية صحيحة قول صح، قالوا هذه كانت قبل نزول كثير من الشرائع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقت هاجر من مكة إلى المدينة ما نزل من شرائع الدين إلا التوحيد والصلاة. الخمرة كانت حلال، لكن بعد ذلك جاءت الآيات والسنة وحرق هذه الأشياء. والشيخ ذكر منها حديث، حديث ابن عمر جزاه الله خير، إنما حرم الله صوتين ملعونين في الدنيا والآخرة، صوت عند نعمة اللي هو الغناء، وصوت عند نغمة وهو النياحة على الميت. كويس، حرام يا أخي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما استقبل طلع البدر علينا يا أخوانا، عليكم الله زول وكت دارش الذين يفتش الكتب دي كويس ويقرأ تمام ويعرف الصح من الغلط، ما يجيب لي روايات ساي يلقطها من المسلسلات. طيب بعدين قال الحديث المادح الذي يمدح، قال اللي بيحث عليه التراب هو اللي بيمدح النساء واللي بيمدح السلاطين وكذا. طبعا ده تأويل الحديث من عنده، معلش يا شيخ انت جبت التأويل ده من عندك، التأويل الحديث ده المادح، لأنه المادح اللي بيمدح الإنسان بيقسم ظهره، ده المقصود به وكده، بيقسم ظهره يعني شنو؟ يعني لما نجي قدامك مثلا واحد من اعمامنا المشايخ جزاهم الله خير اللي نظموا المحاضره ولا كده، اجي اقول له والله ما شاء الله انتوا دائما اهل العلم ودائما معروفين، وشكر وانفخ وشكر، انا كده بازاو في قلبه لانه بفسد عليه نيته، هو نيته عمل المحاضره لله. لما انا اقعد اشكر فيه وانتوا اهل العلم من يومكم وانتوا كده، لما انا اشكر فيه بالطريقه دي انا بازا في نيته، عشان كده يحسى في وجوههم التراب. ده الفهم كده، يعني ده المدح الذي يوصل
الممدوح إلى ما يخل بالعقيدة أو بمنهج الإنسان. طيب قال القباب بنيت في زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهل الإمام مالك يوافق على هذا البناء؟ روى الإمام مالك في كتابه الموطأ، أنا بديك من كتاب مالك جوا، من كتاب مالك ذاته حديث يا هو كتاب مالك ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جابر، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دليلهم روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. راوي الحديث مالك رواه منه، وكتاب مالك بالمناسبة أديكم فائدة لعل الشيخ تكون فاتت عليه. حديث الإمام مالك، معليش يا شيخ أنا والله تتكلمت وأنا ما اعترضت عليك واستمعت إليك بصدر رحب جدا. طيب الإمام مالك الكتاب بتاعه الموطأ، انت راجع الكتاب، ليس فيه عبارات إنما نقول. كتاب مالك أصلا نقول يا شيخنا كتاب مالك، والناس ما عارفين كتاب مالك شكله كيف ذاته. أقرأ الموطأ من أوله إلى آخره، الموطأ مو كلام مالك إنما روايات مالك. مالك يروي الأحاديث رواية، تمام. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم، قال جابر رضي الله عنه نهى رسول الله، شوفوا الكلام ده أخواننا لو ما واضح وروني، قال نهى رسول الله أن يبنى على القبر أو أن يقعد على القبر أو أن يجصص. نهى ولا ما نهى؟ ما أنا داير الحديث، أنت خليني من الشيء اللي بيعملوا الناس. الشيء اللي بيعملوا الناس ده ما هو الدليل يا أخواننا، ما الدليل إنه فلان بنى أو السعودية بنت أو السودان بنى، ده ما الدليل. الدليل شنو يا أخواننا؟ قال منو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى هل دفن في المسجد؟ الإجابة لا، دفن في غرفة السيدة عائشة. طيب اثنين، لما دقيقة اثنين واحدة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم، معليش يا شيخ معليش معليش يا شيخ الله يرضى عنك، أنا استمعت لك لحد ما كملت. طيب سيدنا النبي يا شيخنا، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في غرفة السيدة عائشة وكان سيدنا أبو بكر موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم طيب هل سيدنا أبو بكر باطل؟ هل باطل؟ يا طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في حجرة السيدة عائشة، لما دفن في حجرة السيدة عائشة دفن لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجرة فقال لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا ويدفن حيث يحب الله تعالى أن يقبض. ده كلام منه؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال أي حد من الأنبياء مات إنما يدفن في المكان الذي مات فيه. لذلك الصحابة شالوا السرير اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه عليه الصلاة والسلام. خلاص أنا أختم آخر حاجة، آخر شيء بختم إن شاء الله. طيب خلاص طيب أنا أختم هذا الحديث لأنه طلب مني عمنا جزاه الله خير ختم هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أي إن شاء الله ديك إن شاء الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام نختم الكلام صلى الله عليه وسلم دفن حيث قبض، ده بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث قبض عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير.
أخوانا والحياة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وحييكم جميعا علمائنا ومشايخنا المختلفين والمتفقين، الحضور الكريم رجالا ونساء شيبا وشبابا، بسم الله ومن ثم باسم البيت الكبير، وحييكم بأفضل تحية ألا وهي تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أننا كنا مستمعين جيدين رجالا ونساء متفقين ومختلفين، أبناء شيوخ وغيرهم، فوصلت الرسالة سواء كان من هذا أو من ذاك، وصلت الرسالة باعتبار أنه لا يحق إلا أن نعبد، أن لا تصح العبادة، أن ننقل الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وكذلك وصلت الآيات المختلفة والأحاديث، وكلنا والحمد لله كأمة مسلمة مطلعين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أستفت قلبك ولو أفتوك ولو أفتوك ولو أفتوك. سمعنا هذا وذاك، وكل على شاكلتي. ولكن الذي دعانا إلى إنهاء هذه المحاضرة في هذا وقت، خشينا السيالات ليس لديها وقت وليس لديها عمر، وهذه السيالات وهذه الخلافات في هذه المسائل من عهده عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. فشكرا جزيلا للحضور الكريم، وشكرا جزيلا لمشايخنا وعلمائنا، والحقيقة أننا استوعبنا تماما. وبالتالي بوضع هذا المايك تعتبر المحاضرة قد انتهت، والشكر أجزله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.